اهلا وسهلا بيكم مره تانية، معكم اسلام سالم، قناه كل اكاديمي. هنعمل سلسله بسيطه كده مع بعض، حلوه جدا ولذيذه. في ناس كتير بتتكلم على المونتاج. طب المونتاج، في برامج كتير جدا للمونتاج. ايه اللي بيخليني اختار البرنامج ده او اختار البرنامج ده؟ هو طبعا في برامج سهله جدا وفي برامج اصعب منها شويه، بس انا في رايي رافض كلمه اصعب، لان مفيش حاجه اسمها اصعب، مفيش حاجه صعبه جدا. في برامج احنا بنحتاجها ونكمل معاها تبقى احترافيه اكتر، وده اللي احنا هنتكلم عليه المره دي. في برنامج زي الادوب بريمير. الادوب بريمير، ادوب اللي هي مجموعه ادوب، البريمير اللي هو البرنامج. في عندنا البريمير وفي عندنا المنافس الاكبر طبعا والبرنامج الممتاز جدا الفاينل كات. احنا هنتكلم في المره دي عن البريمير وازاي هنتعامل معاه، ان هو برنامج بسيط جدا وسهل جدا. خلونا كده نشوف مع بعض. برنامج البريمير، انت اول ما تفتحه بيديك ويلكم سكرين، الشاشه الاولى بتاعته، بيقول لك انت عايز تعمل ايه. يعني في عندك البروجكت اللي انت فاتحها قبل كده، وغالبا انت في اول مره مش هتلاقي البروجكت اللي انت فاتحها قبل كده، فانت هتفتح نيو فولدر او نيو بروجكت. نيو بروجكت هنا انت بتقول له البروجكت بتاعك اسمه ايه. قبل ما بتعمل ده بتكون انت عامل المكان الفاضي عندك، بتروح عامل فيه فولدر، انا سميته مثلا ادوب بريمير، حطيت جواه ميديا واحد، ايا كان الماتيريال اللي انت هتحطه جوه. ببساطة جدا انت بتجمعه في ملف، وهو ده الملف اللي احنا هندي المسار عليه. احنا هنقول له اسم البروجكت بتاعنا ايه، هنحط له اسم واحد، ممكن تكتب له اي اسم انت يعجبك. هنقول له هنا في البراوز بتاعنا، هنقول له احنا عايزين نحط الحاجة دي فين، او ادوب بريمير، ونحطه له في واحد، وهنسمي او البروجكت ده اسم واحد. اوكي كده بكل بساطه دلوقتي احنا هنقول له اوكي. لما احنا بنقول له اوكي، احنا بنقول له انشئ البروجكت بتاعك في المكان ده وفي الملف ده. بيفتح لنا الشاشه الاولى. طب ايه معنى الشاشه الاولى دي؟ هي بتتكلم عن ايه؟ الموضوع بكل بساطه ان هو كل برنامج بيحاول يكون سهل، زي ما اتكلمنا في البرامج بتاعت ال 3D. دي البرامج بتاعت المونتاج، فيها حاجات أساسية جدا. طب إيه الأساسي في برامج المونتاج؟ لازم يكون في عندك مكان تحط فيه الماتيريال بتاعك، وده المكان أهو موجود. ولازم يكون في عندك مكان تقدر تعمل منه إيديتنج للماتيريال بتاعك، والمكان هنا موجود التايم لاين. لازم يكون في مكان بريفيو، الشاشة اللي أنت هتشوف عليها اللي أنت هتعمل له مونتاج، وهي دي الشاشة. لازم يكون في مكان ممكن تشوف فيه قبل ما تعرض او قبل ما تنقل على التايم لاين، اللي هو المكان اللي انت هتمنتج فيه، اللي هي الشاشه دي. ده كل ببساطه. ادي الاربع اجزاء بتاعت البريمير، بسيطه جدا ما فيهاش اي مشكله. وعندك الادوات اللي انت هتستخدمها، بيحطها لك في مكان ظاهر، وفي عندك القوائم اللي فوق. يعني هو البرنامج البريمير برنامج بسيط جدا، هو نفس اللي يعني انت لو فكرت فيها ازاي اتعامل مع برنامج البريمير وفكرت فيها كده مثلا استنتج يبقى هنا في كذا وهنا في كذا كمبدئيا، بس قبل ما ناخد التفاصيل، هتلاقي ان هو نفس البرنامج اللي انت هتتعامل معاه هنا، هو نفس البرنامج ده لو انت جيت تتعامل في فاينل كات. هتلاقي طبعا مع اختلافات بسيطه، بس هتدور على ايه؟ طب انا هدور على المكان اللي انا بحط فيه الماتيريال، هلاقيه برضه موجود في فاينل كات، هلاقيه موجود في الافيد، هلاقيه موجود في المورا، هلاقيه موجود يعني وهكذا في كل البرامج. انا عندي البريمير زي ما احنا قلنا كده. طيب انا اجيب ازاي الخامه اللي انا هشتغل عليها؟ احنا دي بس انترو، وهناخد فيها مبدئيا بدايات البرنامج وفكره عامه عنه. بعد كده هنمشي في البرنامج، احنا ازاي هنعمل مونتاج. بعد كده هنقسم البرنامج في افكتس وفي اديتنج ساوند، مونتاج الاصوات والمؤثرات دي لوحدها،
ومونتاج الاصوات دي لوحدها. المونتاج العادي طبعا ده اللي احنا هناخده في البدايه خالص. بعد في كلر كوركشن، وده لي يعني حلقه مميزه ان شاء الله. وكلر كوركشن ليه برامج مخصوصه اللي هي تصحيح الالوان، فيها برامج مخصوصه بدا زي دافينشي، وفي برامج برضو كتيره من الانواع دي. في طرق بسيطه جدا ان احنا نعملها بريمير، هنشوفها في وقتها. طيب انا دلوقتي عايز اجيب الماتيريالات بتاعتي هنا في البريمير. هنا احنا قلنا ادي بروجكت اللي هو فتحه لي دلوقتي، في عندي ميديا براوز او البروجكت على طول اللي هو عمله لي اللي هو واحد. طيب انا دلوقتي زي ما قلنا ان انا عملت الملف بتاعي ده، ممكن اسحب الخامات او الماتيريالات اللي انا جبتها كلها، وممكن اسحب واحد واحد، وممكن ادوس له دبل كليك هنا واختار له المكان اللي انا عايز اجيب منه الماتيريال. احنا دلوقتي عرفنا ازاي بنجيب الماتيريال كده. هو انا سحبت كل، بس مجرد ان انا دراج اند دروب، انا سحبت الماتيريالات وحطيتها هنا. هو بيجي بيعمل لي هنا اعداد ليها، بيشوفها خلاص ادي كل الحاجات اللي عندي. تمام، في عنده حاجات سهله جدا ان هو اللي انا ممكن اعمل كده، امشي بيوريني في الصفحه الشاشه الصغيره دي، بيوريني ايه اللي موجود هنا. ادي انترو هنا برضو معموله اهي. انا دلوقتي لو عايز اشوف ايه ده قبل ما اعمل مونتاج، قبل ما اروح دايس دبل كليك عليه بيورجوني في الشاشه اللي فوق. تمام، بعد كده ادي التاني بيورجوني هنا. لو انا دوست مسطره انا بيوريني ايه ده، ايه الشيء اللي هو حاطه. انا دوست هي انا هنا في عندي حاجه تانية، ادوس مسطره بيعمل لي عليها هو بلاي لايه الحاجه اللي انا عاملها هنا اللي انا حاططها هنا. تمام كده، انا اعمل بس اي حاجه كده بس عشان نشوفها. طيب انا نفترض ان انا عندي حاجه زي دي وعايز ابدا اعمل مونتاج عليها. انا في عندي كذا طريقه، انا ممكن ادوس عليها كليك يمين واختار له هنا نيو سيكونس فروم كليب. يعني ايه نيو سيكونس فروم كليب؟ يعني بيديني سيكونس تاني تايم لاين جديد بكل حاجه بس من الكليب ده. يعني ايه؟ لو انا دوست كده هلاقي ان هنا اتعمل تايم لاين ما كانش موجود، وظهرت هنا في شاشه العرض الحاجات اللي موجوده في التايم لاين ده. هو اداني تايم لاين واداني الشيء اللي انا عايز امنتج فيه، وعمل لي التايم لاين بالمواصفات دي. اوكي، انا دلوقتي هبدا افكر. طيب انا دلوقتي لو عايز اقص، لو عايز الزق، لو عايز اعمل اي حاجه اعملها ازاي؟ نفترض ان انا عندي المقدمه دي طويله شويه، انا شغال كده وعايز انا اقطع من هنا واخش قدام شويه. طب يبقى انا لازم اشوف يعني ايه اقطع، ويعني ايه اقدم، ويعني ايه احرك، ويعني ايه الكلام ده كله. هنا بقى هروح اللي هي القائمه بتاعت الادوات بتاعتي. ايه القائمه بتاعت الادوات؟ ادي السليكشن تول اللي هي سيم هي الموف تول، يعني هي دلوقتي متحدده، اللي هي لو انا بصيت عليها هلاقي فيها جنبها حرف الفي. طب يعني ايه الفي؟ لو انا مسكتها دلوقتي، مسكت دلوقتي الحاجه بتاعتي الماتيريال بتاع اللي على التايم لاين اللي هو خط الوقت تايم لاين، او مش بالتعبير ده، يعني ده التايم لاين اللي هو مساحه الايديتنج او المساحه اللي فيها البروجكت بتاعي. انا في عندي الكات سي. طيب هنا معمول لها اشاره سي، يعني انا دلوقتي لو دوست على الكات ده كليك شمال، وجيت هنا ودوست بالماوس كليك شمال هلاقيه هو قطع لي الكليب. طيب تمام، انا دلوقتي بقى عايز اعرف ايه معنى حرف الفي اللي هو كان حاطه. لو انا طلعت هنا السليكشن تول في حرف الفي، يبقى انا دلوقتي لو دوست حرف الفي من على الكيبورد حول لي الماوس للسليكشن تول اللي هو حرف الفي. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا.
طيب انا في عندي هنا حاجات وادوات زياده، هعرف الادوات دي شويه بشويه. انا دلوقتي ده التايم لاين بتاعي، تمام كده. ادي التايم لاين ده، فيه هنا كمان اداه ثانيه. ايه الاداه دي؟ لو انا مسكت كده دي مسطره، حركت كده او حركت هنا، هي بتحرك لي المساحه اللي انا بشتغل عليها. انا دلوقتي بس كل الحكايه ان انا مسكت الحرف ده، انا بكبر دلوقتي المساحه عندي او بصغرها، تمام كده. في عندي هنا على الشمال في حاجه مكتوب معمول عليها مايك كده، تحت الخط اللي في النص ده، اللي تحت ده صوت، اللي فوق ده في عليه عين يعني صوره. يعني انا دلوقتي العين دي في اول لاير، لاير يعني طبقته، وفي هنا طبقات. في برامج طبعا اضعف شويه بيكون فيها طبقه او طبقتين بس، برنامج الادوب بريمير فيه انليميتد يعني طبقات، هي احنا نقدر نقول عليه انليميتد لان احنا مش هنستخدم كل الطبقات الموجوده فيه. لو انا دوست على العين دي اقدر اخفي اللاير ده او اقدر افتحه. نفس الحكايه لو انا دوست على الام دي اللي هي ميوت، اقدر اخفي الصوت بتاعها او اقدر اشغله، تمام. انا عندي الاساسي بتاعي دلوقتي اللي هي سيلكشن تول، وعندي الريزر تول او الكتر اللي هي بقطع بيها. اوكي، انا دلوقتي لو عايز في عندي مؤشر هنا، انا مش فاهم المؤشر ده ايه. لو انا سحبت كده الاقي المؤشر ده بيوريني ان هو الصوره اللي طالعه فوق هي نفس اللي واقف عليها المؤشر، تمام كده. يبقى انا البرنامج بتاعي بكل سهوله فيه واحد اثنين، ادي شاشتين، في هنا مربع، في ماتريالات او الحاجات او الخامات، الصوت او الفيديو او وات ايفر اللي انا شغال عليه، وفي عندي هنا مساحه العمل بتاعتي الاصليه اللي هي التايم لاين ده، اللي هو هنا متسمي باسم البروجكت بتاعي، اللي هو الخامه او الماتيريال اللي انا حاطه هنا. التايم لاين ده نزلت فيه الماتيريال وبقدر اتحرك فيه هنا. طب انا دلوقتي لو عايز اتحرك فيه بالكيبورد يبقى انا هدوس سبيس، ادي بكل سهوله بيتحرك الكيبورد. انا قلت ان انا هقطع هنا، اديني قطعت وهكمل هنا دلوقتي لغايه لما الراجل ده يخش معانا زوم. انا عامل بس في اللوميون اي حاجه كده، ايوه هنا كويس. طيب انا دلوقتي عايز اوصل القطع دي بالقطع دي. انا بكل بساطه كده انا ممكن، انا دلوقتي شغال على السليكشن تول. طب ايه ده؟ لو انا جيت هنا في التقاطع بتاع الميديا لما انا قطعت هنا الكتر، انا ممكن امسكها هنا واسحبها كده، ادي طريقه كنترول زد ارجع، وممكن امسك الكتر اللي هو ادوس حرف السي وادوس هنا، انا قطعت تاني بين، ارجع تاني لحرف الفي اللي هو السليكشن تول، ادوس كده شلت الحاجه اللي في النص، المساحه اللي في النص. طب انا لو شلت المساحه اللي في النص بالطريقه دي او بالطريقه دي اضمهم ازاي على بعض؟ في عندي طريقتين. انا ممكن ادوس اعلم المساحه اللي في النص وادوس ديليت ضمها لي، وممكن ان انا ادوس كليك يمين وريبل ديليت، اوكي. وممكن بالسليكشن تول اروح ماسك ده واروح مقرب له، هو هيعمل لي زي الماجنتيك، هيروح عامل لي مسح لي الديليت على طول. هرجع كده ادوس بلاي، شفنا دلوقتي القطعه بتاعتنا جت ازاي. ممكن انا دلوقتي بقى ادي الهليكوبتر طالعه واحنا وصلنا وكده، تمام جميل. او الشجر ده انا بقى عايز اقطع واوصل في حته تانيه. طيب تمام، او انا ممكن بقى هنا انا ارجع تاني، انا هروح اقطع هنا بالكتر وهقدم لغايه المساحه اللي انا عايزها. انا عملت دلوقتي سيف، السيف بتاعي اللي هو كنترول اس،
وهقدم لغايه ايوه كده كويس ماشي. هستخدم النهارده المره دي الاداه بتاعت سيليكشن تول. انا سحبت كده وبعدين هقدم حلو قوي كده كويس. عملنا الريبل ديليت قطع لي القطعتين. يمكن القطعه دي رخمه شويه انا ممكن، بس طبعا احنا نخلي السيتنج ده والاعدادات دي لبعدين. احنا دلوقتي بصينا لايه، احنا نقدر نبدا المونتاج بتاعنا ببساطه جدا ونعمل القطعات ونوصل ونطلع منه كليب. تمام كده يا جماعة. انا دلوقتي عايز اضيف عليه كتابة. طيب انا هضيف كتابة ازاي؟ لو بصيت هنا في الادوات انا عندي تي. ايه التي دي؟ هي التكست، هي الكتابة. انا لو دوست عليه تي والمكان اللي انا عايز ادوسه هنا، وهدوس التي المكان اللي انا عايز احط فيه الكتابة هنا، وهدوس التي فتح لي مربع للكتابة. ممكن احط مثلا ممكن احط اسم انترو مثلا اهو، او ممكن ادوس التي واحط حاجة تانية بداية عربي، اي حاجة انا عايز احطها طيب. هو دلوقتي بيقطع ليه؟ لو احنا بصينا هنا على التايم لاين هنا هلاقي فيه فوق خط احمر. يعني ايه الخط الاحمر ده؟ اسحب بداية دي هنا الاول واسحب ده. خط احمر يعني انرندر. يعني ايه انرندر؟ يعني هو لسه مش عامل بريفيو تخيلي ليه يحفظه عنده عشان يقدر يعرض لي بسرعة. ده كله ممكن انا اعمله. انا في عندي اتنين انتر، في انتر صغير وفي انتر كبير، هدوس على الانتر الكبير. نبص دلوقتي هو بيعمل ايه، ونبص تحت بيتغير ازاي الخط. عمل لي الخط فوق يبدا يتحول للاخضر ستيب باي ستيب باي ستيب. كل نطه بتبقى على كل قطعه. يعني هنا كل حاجه قطعه بيعمل لي عليها ريندر لوحدها. دي طول شويه عشان دي طويله. بعد كده بيعمل لي البريفيو. شايفين البريفيو بكل سهوله، والعرض بقى سريع وحلو وبسيط زي الاول. طيب احنا كده يا جماعه عرفنا ايه البرنامج البريمير. برنامج البريمير هو برنامج مونتاج جميل جدا وبسيط جدا وسهل جدا استخدامه زي اي برنامج تاني. كل الحكايه ان احنا هناخد الحاجة بتاعتنا الماتيريال بتاعنا اللي احنا حاطينه هنا، وهنحطه قدام هنا على التايم لاين. كل حكاية الماتيريال هنا في البروجيكت بتاعنا بنسحبه منه نحطه في تايم لاين، او بندوس عليه كليك يمين نقول له نيو سيكونس فروم كليب. هو هيروح عامل لنا السيكونس وعامل لنا الاعدادات بتاعته كل حاجة. عندنا اداتين رئيسيتين اللي هي السليكشن تول والريزر تول اللي هو الكتر اللي هو القطر. الرمز بتاع كل واحده دي رمزها الفي ودي رمزها السين، وعندنا كمان الكتابه اللي هي رمزها التي. حطينا دول. في عندنا بعد كده الافكت دي في نفس القائمه بتاعتي. طب انا ايه اللخبطه دي كلها؟ انا ممكن ازاي الشاشة دي عندي كلها بتحولها دلوقتي للديفولت اللي هو الأساسي بتاع البرنامج؟ احنا بس عشان ناخد فكرة، احنا عندنا في شاشات كتير. يعني هنا في حاجة اسمها All Panels، ده جرافيكس. في عندنا Editing. ايوه حول للإديتنج اهو كده مونتاج. عندي ادي الورك سبيس حوله للاوديو.
لو انا هشتغل على الصوت بيطلع لي الميكسر بتاع الصوت والادوات بتاعته كلها. انا عندي اهو الورك سبيس احوله على الكالر كالر كوركشن والحاجات دي. اوكي بيحول لي للكالر كوركشن اعدادات بتاعت الالوان. احنا بس بناخد فكره ان هو البرنامج علينا البرنامج عندنا بيدينا اعدادات كتيره جدا ممكن نستخدمها بكل سهوله. احنا كل يعني كل اداه من دول كل نافذه من دول اقدر احطها في المكان اللي يناسبني واقدر اعمل ليا نيو يعني سيف نيو ورك سبيس. تمام بيديني المكان اللي انا اقدر اجيب فيه الماتيريال والادوات وشاشه العرض قبل المونتاج وشاشه العرض في المونتاج او اثناء المونتاج وادي التايم لاين هنا ده للصوت. احنا دي بس فكره مبدئيه هنبدا الحلقه الثانيه نعمل مونتاج. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ومع السلامه.